أخيراً تقول: ما الحكم في أيمان متعددة ولم أنفذها؟ هل علي كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ الأيمان تختلف، منها ما يوجب الكفارة ومنها ما لا يوجب الكفارة. إذا كانت حلفت على شيء أن تفعله ولم تفعله، أو حلفت على شيء أن لا تفعله وفعلته، أو حلفت على إنسان أن يفعل كذا أو يترك كذا فخالفها، إنه تجب عليها الكفارة. وإذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فكل يمين له كفارة مستقلة. وإذا كانت الأيمان على شيء واحد تكررت قبل التكفير فإن يكفيها كفارة واحدة. نعم.